ننتقل إلى ضيفنا السيد رائد الخضر وهو رئيس قسم الأبحاث في كويتو جروب. مرحبا بك سيد رائد. نتحدث عن هذه الارتفاعات في الإصابات، إلى أي مدى من الممكن أن تؤثر على الأسواق وأيضا على التعافي الاقتصادي؟ ربما كان يعني تنفس الصعداء خلال الربع الثالث، ولكن مع هذه الإصابات إلى أي مدى سوف تؤثر على التعافي الاقتصادي واستمراره؟ حقيقة تتغير حاليا الخطة مرة أخرى لتعافي الاقتصاد العالمي مع توجهنا أكثر نحو يعني للأسف نحو موجة ثانية، المزيد من الإجراءات التشددية كما ذكر الطيب إيطاليا وعفوا إسبانيا، حالة الطوارئ عنا، بريطانيا أو المملكة المتحدة في المستوى الثالث من الخطورة، إجراءات إغلاق الاقتصاد تعود مجددا لتضرب وبقوة مجريات الاقتصاد. ذلك رأيناه ولمسناه من خلال مؤشرات مثل مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو ولفرنسا وألمانيا جميعها لقطاع الخدمات دون مستويات 50 الفاصلة ما بين الانكماش والتوسع، ولكن ليس ذلك فقط وإنما هي قراءات سلبية قريبة من قراءة الأدنى التي كانت في شهر مايو. هذه دلالة ضمنية على أن قطاع الخدمات يتضرر بشكل كبير، ومع دخولنا في فترة الخريف وفترة فصل الإنفلونزا إجمالا وتزايد عدد الإصابات، فنحن مقبلون على المزيد من التراجع والتأخر في التعافي الاقتصادي العالمي وليس في منطقة اليورو فحسب، فالولايات المتحدة الأمريكية ليست بمنأى عن هذا الأمر. نعم، أيضا أستاذ رائد، ما يحدث على الليرة التركية وحتى بدأت تظهر نوع من المطالبات، لماذا التركيز فقط على السياسة النقدية دون اللجوء أيضا لتغيير في السياسة المالية يعني مثل الضرائب؟ هل ما يزال الأنظار فقط على إجراءات للمركزي التركي، وما هي الأدوات المتاحة أمامه حاليا؟ يعني نحن عم نشهد ضغط كبير على الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي لأسباب عديدة تضغط على الاقتصاد التركي، ولكن ما يتم الملاحظة له بالتوقعات التي كانت مبنية على السياسة النقدية بأن يكون هناك رفع في أسعار الفائدة بحوالي 175 نقطة أو 1.75 إضافية لمستويات أسعار الفائدة الحالية اللي هي تقريبا عند ال 10 أو فوق مستويات 10%، هذه دلالة ضمنية على أن الاقتصاد التركي يقف حائرا ما بين الضغط الذي يفرضه فيروس كورونا وتوقف الاقتصاد وضعف الاقتصادات وضعف عملية التصدير بشكل عام، وفي نفس الوقت لدينا الخوف من خروج التضخم عن السيطرة وتفاقمه بشكل كبير وضرورة تشديد السياسة النقدية في بعض المناطق، بالتالي ذلك لا يضع فرصة إلا أمام الانتقائية في السياسة المالية حتى يكون هناك رفع في الإيرادات الدولة وبالتالي الخروج من المستوقع نوعا ما، وأن يكون هناك توجه نحو رفع الضرائب ولكن ضرائب نوعية وقد تستهدف قطاعات معينة لا تتضرر بشكل كبير من إجراءات الإغلاق الاقتصادي. ممكن أن يكون هذا أحد الحلول الذي أمام الاقتصاد التركي، ولكن مع شراسة الضغط الموجود حاليا من فيروس كورونا ومن التأثيرات السياسية على الاقتصاد السياسي على الاقتصاد التركي، أعتقد أمامه مرحلة عاصفة خلال الفترة القادمة وممكن أن يضطروا إلى مزيد من الضغوطات. يعني أسعار فائدة عند 10 و25 هي مرتفعة أساسا في ظل معظم اقتصادات العالم تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية، يضطر الاقتصاد التركي حتى لا يخرج التضخم أو يصبح التضخم جامحا خارج عن السيطرة أن يقوم بإجراءات تشددية، ولكنه ثبت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير وذلك سبب الانطلاقة الماراثونية للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية والمستويات الأدنى تاريخيا التي نشهدها حاليا بالنسبة لليرة التركية. مستويات المقاومة التالية ممكن تكون عند 8.22. رادعنا نعود إلى الأسواق الأمريكية. في هذا الأسبوع ننتظر إعلان العديد من الشركات القيادية وهي الأكبر في القيمة السوقية إذا صح التعبير في الأسواق الأمريكية، إلى أي مدى سوف تؤثر وكيف ما هي التوقعات وكيف سوف تؤثر على الأسواق الأمريكية خلال هذا الأسبوع؟
يعني فينا نقول أنه هذا الأسبوع هو أسبوع الإيرنينجز أو أسبوع إعلانات الأرباح. نحن ننتظر قرابة 170 شركة يتم إعلان أرباحها خلال هذا الأسبوع، من ضمنها الأكثر أو نادي التريليونات. نحن نتحدث عن مايكروسوفت، أمازون، ألفابيت، أبل، ويعني هذه الشركات من المتوقع بشكل كبير أن يكون هناك لها أثر نوعا ما على الوقع الاقتصاد، وخصوصا مع اقترابنا نحو انتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي هذا الأسبوع يكتنف على العديد من التقلبات الاقتصادية. ولكن الملفت للانتباه أن مجموع التوقعات أو مجمل التوقعات بالنسبة لأرباح هذه الشركات التريليونية اللي ذكرناها، ولا نضيف إليها أيضا فيسبوك، جميعها توقعاتها إيجابية، ولعل على رأسها ممكن يكون ألفابيت وأمازون، وهذه إذا جاءت إيجابية ممكن أن تكون عامل داعم. ولكن الملفت للانتباه أنه نحن مقبلين إلى الانتخابات، وبالتالي الاختيار ما بين الجمهوريين والديمقراطيين سيكون له تأثير كبير على هذه الشركات على وجه التحديد، لأنه كما نعلم ترامب مشجع بشكل كبير للشركات العملاقة، وبالتالي سياساته التيسيرية تستهدف تخفيضات ضريبية عليها، في حين بايدن ممكن أن يمثل عبئا إضافيا على هذه الشركات التي يعني ممكن أن ترزح لمزيد من الضغوط خلال الفترة القادمة. وبالتالي لا نستبعد تقلبات كبيرة وحادة على أسهم هذه الشركات إذا لم تتمكن من تحقيق أرباح المتوقعة أو أعلى منها. أشكرك رائد خضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أشكرك على كل هذه المعلومات.